استاذ احمد، نسيب بقى نخش على مباراه الزمالك النهارده والكلاسيكو مع فريق الاسماعيلي اولاد العم زي ما بيقولوا. شايف حضرتك ازاي من خلال تشكيل نادي الزمالك اللي لاول مره مع جوزيه جوميز النهارده بيبتدي اول مباراه ليه مع نادي الزمالك ضد الاسماعيلي في اجواء كبيره جدا واجواء جماهيريه، شايف ازاي تشكيل نادي الزمالك النهارده وهيبتدي شكله عامل ازاي؟ وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هي كلها امور جديده، يعني جهاز فني جديد، تشكيل مش في لعيبه طبعا قديمه، بس تشكيل يعتبر الى حد ما جديد على انظار مشجعي نادي الزمالك. يعني وجود عبد الله السعيد، في وسط مع شيكابالا في تيم واحد وزيزو، ده برضو ايه كان شيء يعني الناس حباه جدا جدا جدا، وعايزين ايه مردوده بقى ان شاء الله يبان في الملعب. فانا شايف ان في حاجات كتيره جدا جديده النهارده حتى على مستوى الجمهور. انا سامع ان 20,000 20,000 ده رقم بصراحه بالنسبه لنا عشان الفتره اللي فاتت دي كلها، ده بالنسبه لنا رقم مخيف. دلوقتي 20,000 يعني هتحس فعلا ان الجماهير موجوده في المدرج. هل يعمل عامل ضغط على لعيبه الزمالك؟ لا، لعيبه الزمالك يا كابتن صبري متعوده على ده، متعوده على التواجد الجماهيري، انما في بعض اللاعبين اللي الفتره اللي فاتت لعبوا في عدم وجود الجماهير كتير، واخد بالك ازاي؟ دول برضو في ناس موجوده قديمه في الملعب، لو الجمهور زاد ممكن اللعيبه تتكلم معاهم ازاي بحيث ان هم يقابلوا ده ازاي في الملعب، يعني نفسيا في ناس تقدر تعالج هذا الموقف. ولكن هي حاجة إيجابية جدا على فكرة، وحاجة احنا زي ما أنت قلت إن حاجة إن الناس كلها كانت بتطالب بيها. صحيح. لأن فعلا كرة القدم للجماهير، مفيش خلاف طبعا على كده. والأندية الشعبية هي عصب الرياضة وعصب الكورة، خلاص. فالناس النهاردة خطوة إيجابية جيدة جدا. التشكيل بتاع نادي الزمالك، أنا زي ما أنت بتقول التشكيل، هو التشكيل ممكن يبقى يعني لو من الورق 4-3-3، يعني يبقى الثلاثة بتوع نص الملعب نبيل عماد دونجا وشحاتة وعبد الله السعيد، تصنيفهم يبقى دونجا في وسطيهم وشحاتة مثلا على الشمال وعبد الله السعيد او عبد الله على الشمال وشحاتة على اليمين، ده ممكن نشوفه في الملعب. وممكن يبقى 4-2-3-1، يبقى شحاتة ونبيل عماد دونجا وقدامهم عبد الله السعيد، وبعدين بنلعب بالثلاثة اللي قدام. المدرب النهارده جديد، بيلعب من غير مهاجم صريح، بيلعب بيه اوباما، بيلعب بزيزو وشيكا الاثنين على الخط. انا من المفترض ان هم كده، يعني الاثنين واحد على الطرف اليمين واحد على الطرف الشمال، واوباما في وسطيهم، والاربعه والثلاثه بتوع نص الملعب. الدفاع المسلوسي وحسام عبد الجيد بيلعبوا مدافعين، اثنين سردباكين، وعلى اليمين في عمر جابر، وعلى الشمال في ابراهيم الاضاي. خلاص ده التشكيل، واخد بالك اللي هو اللي ايه اللي على الورق، وبالتالي مش هيحصل فيه تبديل قوي الا من 4-2-3-1 ل 4-3-3 بس، مع اختلاف التوظيف بس. ما انا بقول لك، انما ده تشكيل جيد جدا، مريح، خد بالك مريح قبل بدايه المباراه، يعني نوعيه اللعيبه اللي موجوده في الملعب. انت النهارده صفقتين من الجداد موجودين في الملعب، عبد الله السعيد ومحمد شحاته، والاثنين جيدين جدا، بالاضافه لوجود زيزو، شيكابالا، اوباما، دونجا، السداسي ده سداسي جيد جدا واقف على رجليه، نتمنى التوفيق ليهم. فانا شايف النهارده انها ممكن تبقى بدايه جيده، وعامل حساب الراجل عامل في التشكيل لانه شاف ماتش الاسماعيلي اللي فات، عامل حساب النواحي الهجوميه القويه اللي في نادي الاسماعيلي.